مساء الخير. ضيف على ما استفهام لهذا المساء الدكتور مانويل حساسيان، سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة. أهلا بك. أهلا بك دكتور مانويل. عنوان بأن أذهب إلى طاولة المفاوضات وأن نسأل السؤال الجوهري: ما هي مطالب إسرائيل وما هي حدود إسرائيل؟ فإذا لم نسأل هذه الأسئلة يعني ورفضنا الذهاب إلى المفاوضات، فسيكون الجانب الفلسطيني هو الجانب الضعيف دوليا، وخصوصا إذا نحن أردنا الولايات المتحدة أن تكون مخرطة أكثر في عملية السلام، فيجب علينا أن نعطي شيئا لباراك أوباما بحيث أن يلعب هذا الدور النزيه والدور الضاغط على الجانب الإسرائيلي في تسيير اللي هو ما بين الطرفين. وكأنك من خلال كلامك تبرر لماذا ذهب الفلسطينيون إلى المفاوضات. هل هذا يحتاج إلى تبرير؟ هل الفلسطيني يمتلك خيارات أخرى؟ يعني الخيارات دائما مفتوحة بالنسبة للجانب الفلسطيني، بس ولكن الخيارات في ضمن المعقول. يعني عندما نتكلم عن خيارات، ما هي الخيارات؟ إما المقاومة المسلحة إما التفاوض. إذا أردنا أن نحسم هذه المسألة، فهناك في موقف ثالث: الصراع الحتمي مع الجانب الإسرائيلي يتخذ أشكال مختلفة من المقاومة، بس ولكن بغض النظر إذا لم يكن هناك في مشروع سلام، يجب علينا أن نستكمل طريق المفاوضات، لأن طريق المفاوضات هي طريق شائكة ومعقدة، يعني لا نستطيع أن نبرم أي اتفاق في غضون لقاء لقاءين وثلاث لقاءات. الكل يدرك بأن عملية السلام هي عملية معقدة من الطرفين من الجانبين، وأن اللجوء إلى الحرب هي أسهل الفرص لحل أي قضية. الجانب العسكري على الصعيد الفلسطيني والعربي مفقود. الجانب السياسي والشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية هي التي تعطي الزخم للموقف الفلسطيني بطلب استحقاقات عملية السلام من الجانب الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة إلى الموقف الفلسطيني، على الأقل بوضع شروط على الجانب الإسرائيلي في حل قضية الدولتين. طيب، في من انطلاقا من جملة بدعم من الولايات المتحدة، هناك موقف واضح أتى بعد انتخاب باراك رئيس أوباما رئيسا على الولايات المتحدة. كان هناك موقف جديد، إعادة يعني إنتاج شيء جديد أمريكي من أجل حل مسألة فلسطين وإسرائيل، إرسال مبعوث جورج ميتشل إرساله إلى المنطقة، إرسال هيلاري كلينتون أيضا التي زارت المنطقة، تدخل أوباما الشخصي، كل ذلك بعد كل هذه الأشهر أثمر عودة إلى المفاوضات المباشرة. لماذا الولايات المتحدة تريد دفع الطرفين إلى مفاوضات مباشرة؟ أنت تدرك منذ استلام الرئيس أوباما منصبه كان قد قرأ قراءة مستفيضة إلى تقرير هاملتون بيكر، وعندما كان سيناتور، عندما كان يخوض حملته الانتخابية، أراد أن يفهم لب الصراع في الشرق الأوسط الذي يكمن ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. فهو قرأ قراءة مستفيضة وخلص بنتيجة أهمها بين كل الصراعات والنزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط هي سببها عدم حل القضية الفلسطينية وليس عدم حل القضية الإسرائيلية في العالم العربي. فمن هنا الولايات المتحدة وخصوصا باراك أوباما الذي أراد أن يغير، أن يجمل الوجه القبيح لأمريكا الذي خلفه الرئيس الأسبق بوش، أولا بفتح تواصل مع العالم الإسلامي، بوضع القضية الفلسطينية على الأجندة بأنها هي قضية مهمة وعاجلة، والتكلم عن قضية الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط بحل فتيل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فمن هنا طبعا هو أول ما اتخذ هذا الموقف كان هناك في موقف مضاد له من اللوبي الصهيوني، ووجود حكومة يمينية متطرفة أتت على قائمة الاستيطان وعلى الموقف السياسي اللي هو الاستيطاني كانت عقبة أساسية في وجه الرئيس باراك أوباما، ناهيك عن الضغوطات الداخلية من الحزب الجمهوري والمحافظين الجدد اللي لعبوا دور أساسي في عدم إعطاء باراك أوباما منذ الفترة الزمنية الأولى المحددة بأن يدخل على قضية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. والأسباب تكمن بأن إسرائيل ليست مستعدة
لوضع تنازلات وخصوصا انسحاب من الأراضي. فهذه هذه تعتبر الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يمينية متطرفة، وهناك في نوع من الالتزامات المبدئية والأخلاقية لنتنياهو تجاه الناخب اليميني الإسرائيلي. طب لماذا هناك مصلحة؟ طبعا هذا مصلحة أخلاقية أو مصلحة نظرية، لكن الولايات المتحدة ما مصالحها الأمريكية؟ لماذا هي تريد أن هي أولا مصلحة أمريكا هي مصلحة جيوستراتيجية في المنطقة. هي فقط تريد أن تنسحب من العراق ومن أفغانستان، تريد أن تسيطر على ينابع النفط، تريد أن ترى شرق أوسط مستتب الأمن بسيطرة أمريكية في المنطقة، لا تريد أي منازع لها في مصالحها في داخل منطقة الشرق الأوسط، ولها حليف استراتيجي اللي هي إسرائيل، يجب حل هذا الصراع مع العالم العربي بحل القضية الفلسطينية. فمن هنا الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في حل القضية الفلسطينية، لها مصلحة استراتيجية بإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. أصبح مطلب قومي اليوم national interest للولايات المتحدة. فباراك أوباما لا يعني ينخرط في هذه العملية من فراغ، وإنما يأتي هو بواقع سياسي ملموس، يرى بأن الحل مع العالم الإسلامي ومع الإرهاب ومع كل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط هي تعود لها علاقة وطيدة ما يحدث من في فلسطين وما تفعل من قولك في الأراضي المحتلة، بأن ذلك هو ناشونال انترست، يعني مصلحة قومية. نعم، وطبعا هناك جنرالات تحدثوا عن هذا الموضوع. نعم، بيتريوس. هذا يعني انه هذه عدم حل هذه المسألة يؤدي الى تعريض قواتنا وجنودنا للأمر. نعم، هل كل ذلك يؤدي الى اعطاء العدة، أعطى باراك أوباما العدي لممارسة ضغوط فوق العادي على الطرف الإسرائيلي؟ نجح في موضوع تجميد الاستيطان، لكن إلى أي درجة؟ وعندما تتحدث هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية أننا سنتدخل في الأوقات المناسبة لإنقاذ هذه المفاوضات، هل فعلا الولايات المتحدة بمؤسساتها أخذت هذا القرار برأيك؟ يعني أنت تعلم بأن الرئيس باراك أوباما وحده لا يستطيع أن يتخذ القرار السياسي الحاسم في أي موضوع، إن كان في السياسات الداخلية أو في السياسات الخارجية. يوجد هناك حدود إلى القوة التنفيذية المتمثلة بالرئيس. يحاول الرئيس باراك أوباما أن يجسد هذه السياسات في ضمن المؤسسات الموجودة السياسية في داخل الولايات المتحدة، بمعنى هو يريد أن يربح الانتخابات القادمة في الكونغرس حتى يكون عنده في مرجعية أساسية وسياسية تدعمه في اتخاذ مواقفه السياسية على مستوى الداخلي وعلى مستوى الخارجي، لأنه لحاله ما بيستطيع. نحن ندرك إدراك تام في قراءتنا للتاريخ، عندما تكون هناك في صعوبات في السياسة الداخلية من ناحية الإنجازات، يتجه الرئيس إلى حل قضايا عالمية إن كانت شرق الأوسط أو ما شابه ذلك، أي أو اللجوء إلى السياسة الخارجية في حل مشكلة ضخمة حتى يأخذ الكريديبيليتي المصداقية لانتخابات ولاية أخرى. أريد أن أفهمها، لأنه هذا المواطن الأمريكي ما يحركه لانتخاب فلان أو فلان هو معيشته اليومية وهو نعم مهم اليومية. نعم، هي المصلحة الذاتية اليومية. نعم، يعني كل هذه المصالح إلى نعم. أي مدى، أنا لا أفهم إلى أي مدى نجاح أوباما أو أي رئيس أمريكي في تحقيق إنجاز على مستوى الدولة، نتحدث على مستوى القضية الفلسطينية، بإمكانه التأثير على قرار مواطن في فيرجينيا أو في ديترويت أو في مكسيك أو نجم مكسيك. يعني العلاقة واضحة، لا تستطيع أن تتكلم عن صناعة سياسة خارجية دون أن يكون هناك في موقف واحد واضح بالسياسة الداخلية، بمعنى ما يترتب على أوضاع السياسة الداخلية النظام السياسي في الولايات المتحدة هو يرتب كيف يستطيع أن ينقل هذه الانترست في الداخل إلى الخارج، فهناك في ترابط عدوي. عندما نتكلم ما مصلحته، طبعا مصلحته يعني مصلحة الولايات المتحدة ببيع الأسلحة، مصلحتها أن يكون في عندها بترول، مصلحتها انه هي تسيطر على الاسواق،
يعني هذا لا يأتي فقط بقضية الهيلث انشورنس في داخل الولايات المتحدة. فيجب علينا أن لا ننسى بأن المصالح الوطنية الكبرى العليا لأمريكا هي التي تتمثل في سياساتها الخارجية المنبثقة كردة فعل عن إطار السياسات الداخلية. يعني برأيك بإمكانه أن يبيع انتخابيا إنجاز معين في الشرق الأوسط؟ طبعا طبعا. حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية سيكون إنجاز كبير لم يحققه أي رئيس قبله أولا، ومن ثم هناك في استحقاق له لجائزة نوبل في عملية السلام. ونمرة ثلاثة، استقرار هذه المنطقة هو إعطائه زخما اقتصاديا وعسكريا وأمنيا في داخل الولايات المتحدة بانسحابه من أفغانستان والعراق. هل يمتلك الإمكانيات باراك أوباما؟ الولايات المتحدة تمتلك القرار؟ هل هناك قرار؟ نريد أن نحل هذه المسألة حتى لو أدى الأمر إلى ممارسة الضغوط. وحضرتك كنت شاهد على انقلاب موقف أوباما الأول باتجاه الموقف الثاني. نعم. شوف، يعني نحن نعظم قوى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. لا، هناك في أطر ومؤسسات أيضا هي يعني تشتغل لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح إسرائيل. فهناك في مصالح، هذه المصالح الوطنية اللي تعتبر هي مصالح استراتيجية للولايات المتحدة، هناك في think tanks تشغل policy strategists على هذه القضايا. يعني لا نستطيع أن نربط الولايات المتحدة بكل سياساتها فقط في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وبافتعال نزاعات في داخل الشرق الأوسط فقط لأن إسرائيل تريد ذلك. لا، هناك في موقف واضح، الولايات المتحدة إلها مصالحها، فهي من ضمن مصالحها هو الحفاظ على أمن إسرائيل، لأن إسرائيل هي وكيل ايجنت للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. فما نعظم إحنا إسرائيل ودورها الاستراتيجي اللي يترتب عليه مصلحة الأمن القومي. غريب أن هناك من قال أن موقف تراجع أوباما عن 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 مواقف جرت لأنه في لوبي صهيوني. هناك لوبي صهيوني، هناك في انتخابات. نعم نعم. نحن لا نقلل من معوقات، خلينا نقول اتخاذ القرار السياسي، خصوصا يعني إذا باراك أوباما أراد في اتجاه أن يحل القضية الفلسطينية وأن يضع ضغوطات على الجانب الإسرائيلي. هذا في كل نظام ديمقراطي هناك في لوبيات إلها مصالحها تشتغل على هذا المستوى. اللوبي الصهيوني هو لوبي فعال، المحافظين الجدد تتقاسم بالوظائف بمواقفها السياسية ضد الحزب الحاكم، يعني هذا الكلام معروف. هناك في تيارات سياسية أيضا لها مصلحة في وضع في رسم سياسات الولايات المتحدة، فالضغوطات هائلة على الرئيس باراك أوباما. أنا أقول لا يكفي للجانب الفلسطيني والعربي أن يضع كافة البيضات في سلة فقط الرئيس باراك أوباما، لأنه أعطى المؤشرات بأنه يريد حل هذه القضية، بمعنى حط أولوية قضية فلسطينية على أولوية الأجندة السياسية اللي عنده. أنا أقول يجب علينا أن نلعب لعبة أهم من فقط دعم الموقف الفردي للرئيس باراك أوباما، أن نستثمر في الهيئات السياسية في داخل الولايات المتحدة من إعلام، من مؤسسات، من think tanks، من lobbyists. يعني هذا الابروتش بعطي مأسسة لفكر الرئيس محمود عباس البراغماتي في حل تسوية عن طريق المفاوضات. ولا نقول بأن الرئيس أوباما هو الذي سيحل، الرئيس أوباما هو جزء من القوة التنفيذية في صنع القرار السياسي، بس ولكن أستطيع القول بأن باراك أوباما له توجهات مختلفة عن سياسة الرئيس بوش. فمن هنا يجب علينا استثمار هذا الرئيس الذي يريد فعلا أن يصل إلى حل دائم في منطقة الشرق الأوسط. في كان رقمين، الرقم الأول لدكتور سلام فياض الذي تحدث في فترة من الفترات عن تحضير المؤسسات الفلسطينية من أجل إقامة الدولة خلال عامين، هذا الكلام كان في العام الماضي. صح. وهناك رقم جديد ورقم واحد، وصول المفاوضات إلى حل أو إلى اتفاق خلال عام. هل هناك مبالغة في هذه الأرقام؟ أنا أقول هناك في مبالغة.